صباح النور اعزائي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ هاكا تسمعوا هنا لومبيلونس ما تردش البال. واحد حصه المشي اختكم راه تسنحات كي طمات زعما تجوغين باسكيت. والطبيعه ما احلى الطبيعه. كنصبح عليكم بهذا المكان الجميل الرائع. نوضة اختي المراه نوضي، راه كيبقاو يعيرونا كيقول لك العيالات ما فيه ما فيهم العكاز، ما كيبغوش يديروا الرياضه وما كيبغوش يديروا المشي. اختي ديها في راسك واعتني بنفسك. فوالا قلت لك اختي ديها في راسك واعتني بنفسك وخذي الوقت الكافي ليك. يعني الا ما حبيتيش نفسك هو الاول، ما تقدريش ديري شي حاجه في الحياه او تافونسي للقدام. حبي نفسك باش تحبي الحياه. كل ما اعتنيتي بنفسك غتلقاي واحد الطاقه الايجابيه. شو ما شاء الله، شوف هذا خاص غير الممر ديال المشي، الرياضه، فوتينغ. هذه المره جيت هنايا بوحدي في هذا الاتجاه، وما الممكن ما تخلينيش الزوج ديالي نجي هنا هنا بوحدي. نورمالمون كنمشي الاتجاه الاخر المعاكس، دابا نمشي ليه. المهم بديت هنا كيعجبني هنا اللي كيكون الماء، الماء كيجري، الماء نقي، الماء صافي هنايا. ابرا نوريكم ملي كيخرج الماء اللي كيصفوا لينا في هاد لا كومون، يعني الضواحي كما كنقولوا ضاحيه ديال 77 هنا في فرنسا، اللي فرنسا راه كيعرفوا 77 راه كبيره بزاف. كاين الريح شويه، شوفي الا كيبان لكم لي داك لي كانا راهم كيعوموا. لا يلا راه من بعد اللي شفت هذا الفيديو باش ندير فيكم النفس. اخواتي النساء، اخواتي النساء، بنياتي البنات، دائما اعتنيوا بالصحه ديالكم في الوقت اللي يكون عندكم وقت الفراغ، اللي ما كيقراش ولا دابا راك حنا عندنا عطله عند وليداتنا، واللي حتى شي رونديفو المراه اللي خدامه اللي شدات رونديفو ضحكوا عليا اللي شدات شي عطله يعني دي فاكونس. وما شاء الله كنقرب هنا وتنريك دابا كيقول لي عقلي، وكنقرب هنا ومسح ونزلق ونشوف وسط هاد المجه ما خرجني، ما كاين حتى شي واحد هنايا. شكيتهم غير خيال ديالي كيتعشى. خذوا الطاقه الايجابيه، تمسكوا الهواء الشهيق الزفير. شحال هادي ما درتش حصه ديال الصباح هكا. شوفوا اللي كاين الاشجار تتراقص ما شاء الله. واش مهيشة هي بصراحة، تذكرني في الطفولة ديالي ملي كنا كنخرجو نتنزهو مع الوالدين، حنا هما مصوبين صوبنا البوتي، صوبنا شحال من حاجة، وحنا فرحانين كنلعبو كنجريو كنقزو. إيه أيام. وأقول أن المرأة كيعطي واحد في واحد الطاقة إيجابية. أنا جيت على جنب الماء وكتشوف هذا المنظر، سبحان الله، دائما كنشكرو الله سبحانه وتعالى. تنديروا واحد الجلسه مع الانفس ديالنا، كنتاملوا خالق هذا الكون اللي عطانا جمال هذه الطبيعه اللي على وجه الارض. لا بالك ان شاء الله، الله يجعلنا ويجعلكم من اهل الجنه، خصنا نخدموا عليها باش ان شاء الله ننالوا الجنه ان شاء الله. العظيم لبست لا دودون غير بلا كمام ما صومونش، وهاد الشمس ملي كطفي كنشم لك الصهد بس با كاف. سبحان
وديروا الاذكار اللي بغيتوا وتبارك الله. ودائما تنقولوا اطلبوا الله من الله سبحانه وتعالى، وهو اللي كيستجب لنا الدعاء في اي حاجه في حياتنا بغينا نديروها، اي حاجه. وما شاء الله تبارك الله. دابا يقول لي دابا يجي شي واحد يجي ماجين وحدي هنا وبحال البورطابل، لا 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 البورطابل، ومع ذلك تكون مؤامرة. كنرتاح فيها ورغم ان مع ساكنه بعيده خارج باريس ما تنقدرش بزاف على الصداع، الا دخلت ليه ما نقدرش يعني ما كنرتاحش، بس ضروري نرجع ليا كنعيش. والهدوء والطبيعه اللي قلت لكم الخضوريه تاع داك الواد، شوف فين جات. واو ما شاء الله. في الجو الجميل هذا سر الحنان هذا. سبحان الله قلت ما غادي نستفيد، كنت دابا ندير شي بغوي يهربوا. ما شاء الله بعدا غنلتقط لهم صوره ونرجع لهاد. الله واحد الهواء نقي وما فيها
في مصيبه كحنا نلقى راسي فين غنرجع. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يكفيك. ندير واحد الفيديو، كتبوا لي في التعليقات واش عجبكم هاد لي طاب اللي درت لكم هكا الفيديو اللي صورت. لوحة فنية رائعة. شفتي هادو راه لوكيتا ديالهم بشكل تمام، عطيني واش هذا هو خلاص ديال التوالد ديالهم. من بعد كتشوفهم باين في السماء هكا فوق، حنا حيت غيقرب الدار ديالي كل هادشي اللي كتشوفو كتجيهم طايرين في السماء، كيمشيو بلاصة أخرى كيتجولو من بلاصة لبلاصة. سبحان الله، دابا حيت الحال سخون شوية هاهما جاو لهنا. سبحانك يا جليل. مانيفيك 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 مانيفيك. زعما يا غيالة الحمد لله والشكر لله. دابا راه ماشيين حتى لهداك البلاصة اللي بعيدة عليا، خفت نمشي ليها بوحدي. كاع مكاين حتى شي واحد، مكاين حتى واحد. هاد المادي هنايا كيتجمع، ها هو دا كيتصفى في هاديك البلاصة اللي هنا قاطعينها على الناس باش ميمشوش فوق منها. هنا اللي كيدوز باش كيتصفى داك الما خضر الشو، كيوصل حبس حد هنا، هنا كيتصفى الما وكيدوز من هنا. إلا كيبان ليكم راني قربت الكاميرا، شوفوا سبحان الله، وكيتريطا. وهذا هو الما اللي كنشربو حنايا في ديبارتمون ديالنا حنا 77 اللي الناس اللي عايشين في اوروبا راه كيعرفوا زعما فرنسا. ها هو داك كيمشي لهي، ها هو كيخرج من هنا. شو سبحان الله، بصح ما يطيح ليش بورطابلي ما شاء الله. وهذا كيتسريطا ومن بعد عاد كيدوز في تحت لي تيونان، وراه عندهم طرق باش كيصفيو الماء. سبحان الله. باش ندوز لهي لان ما بقاش الممر هنا، وما فيا اللي ديجا دزت له كان ممر ناشف. وسبحان مبدل الاحوال، طحت واحد الشتاء صافي، قلت صافي ما غاديش نقدر ندوز. سبحان الله صافا سي سي باسي. المهم هذا هو اللي كيدور عاوتاني على البلاصه اللي كنت في الاتجاه الاخر، في الاتجاه المعاكس. سبحان الله، سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر يا ارحم الراحمين. سبحانك سبحانك ما اعظم شانك يا الله يا الله. سبحانك سبحانك ما اعظم شانك يا رب. هذاك لو سين اللي كان دايز قبيله هو دايز من لهنا، هو كيتمشى معايا كيتسالى دار طول وطول وعاود رجع اللي وريتكم في الاول ديال الفيديو. الى اللقاء اعزائي، نهاركم مبروك. ما تنساوش تخليو لي تعاليق زوينه باش تزيدو تشجعوني باش نبقى ندير لايف ودي فيديو وكلشي. يلا حبكم في الله.